السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم العروض والتقنية، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة جايب لكم فيديو حلو جدا للناس اللي معاها خطوط فودافون، الناس اللي معاها باقات فليكس وعايزة تجدد الباقة او عايزة تشترك لسه في باقة فليكس، الناس اللي على باقات اللي هي الباقة اللي هي المدفوعة مقدما 14 قرش كل حاجة، الناس دي كلها هتستفيد من الفيديو ده. ممكن تجدد باقتك باقل من نص ثمنها، وكمان ممكن تشترك في باقة اعلى ببلاش، كمان هتكسب نت مجاني وحدات مجانية، كمان هتكسب نت مجاني على اليوتيوب، وممكن تكسب خصومات من طلبات. تابعونا كده في الفيديو. اول حاجة هنطلب نجمة 365 شباك وهنعمل اتصال، وهنختار لو انت على نظام فليكس هيجي لك حاجة هنا اسمها عرض الباقات، يعني انت على باقة وهيجي لك عرض الباقة بتاعتك ممكن توصل ل 50% خصم على الباقة او ضعف الباقة، لكن انا هنا على نظام 14 قرش هيجي لي هنا عرض الانظمة. هدخل كده رقم من 4 واعمل ايه؟ ارسال. قال لي هنا فيسبوك ببلاش وكمان 1000 فليكس ب 15 جنيه بدل من 30 جنيه، باقة فليكس ديت تمنها 30 جنيه، هو هنا عامل لي عرض ان انا هاخدها ب 15 جنيه، هنشحن 15 جنيه وهنشوف العرض هيشتغل معانا ولا لا، وكمان هشرح لكم طريقة ان انت ممكن تزود لباقة بعدها او الباقة الأكبر بنفس ال 15 جنيه، كمان اما اجي اشحن زي ما بقول لكم مش هشحن، طبعا هشحن من خلال محفظة فودافون كاش، ال 15 جنيه دول اما اشحن من خلال فودافون كاش عشان عرض فودافون عاملاه بيجي لي 750 وحده لمده 24 ساعه او لمده 48 ساعه. تابعوني في الفيديو هعرفكم الطريقه ازاي. زي ما حضراتكم شايفين اول ما شحنت ب 15 جنيه جالي بقى هنا ان انا زي ما انتم شايفين كده انت على باقه فليكس 30 وتستمتع ب 1000 فليكس وتتم اضاف كمان نقط على برنامج شكرا، هسيب لكم رابط البرنامج وشرحه اسفل الفيديو. يعني كده انا عملت الباقه بدل ما هي ب 30 جنيه عملتها بكمان بكام؟ قلنا زي ما قلنا ب 15 جنيه، كمان جالي مبروك جالك خصم لحد 70 جنيه من طلبات عشان شحنت او عشان شحنت وعشان جددت باقه فليكس، وعشان نستفيد منه هنطلب نجمه 005 شباك. تمام، بعد ما جالنا الكود بتاع الطلبات هنطلب نجمه 005 شباك عشان نستفيد من الكود، بيجي لنا كود وتبقى صلاحيته لمده 3 ايام، تعالى نطلب ونشوف هيجي لنا الكود ولا لا. جالي تنفيذ الطلب. وجالنا كود خصم من طلبات بناخده ونحطه في برنامج طلبات ونشوف الخصم يبقى من 40 جنيه لحد 70 جنيه، يبقى كده احنا عملنا اول حاجه شحنا وهيجي لنا لسه 750 وحده بس مستني رساله التاكيد، وكمان عملنا الباقه بنص ثمنها، وكمان ان شاء الله هعرفكم ازاي تطلعوا بالباقه كمان ببلاش، يعني تطلعوا بالباقه الباقه 30 تخلوها ب 45 ببلاش. كمان جالنا وحدات هديه من عرض الشحن، هنطلب نجمه واحد شباك ونعمل اتصال وهنشوف جالنا كام وحده وصلاحيتهم قد ايه. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما طلبنا نجمه واحد شباك جالنا 1050 وحدة وصلاحيتهم لمدة 72 ساعة عشان شحننا باستخدام محفظة فودافون كاش، لو شحننا كارت شحن عادي بينجيلنا بس 10 أضعاف الشحنة بس. زي ما شفنا في بداية الفيديو إن إحنا عملنا باقة فليكس اللي هي ب 30 عملناها بخصم 15 جنيه. اقدر بعد كده ارفع للباقة اللي بعدها وكمان ببلاش، دي الطريقة. هنزل برنامج انا فودافون وافتحه زي ما احنا شايفين كده وادخل على حتة العروض، هلاقي عرض عندي اللي انا اكبر باقتي هزود 1000 فليكس وهشتغل على الباقة اللي هي باقة 45 وببلاش لغاية اخر صلاحية الباقة، ممكن بعد كده ارجع تاني احول نظامي ل 14 قرش ممكن استمر عليها او اخد خصم برضو اللي انا اجدد باقة فليكس ب 45. لما نعمل كده استمتع بالعرض. كده انا جددت، كده انا رفعت الباقه من 30 ل 45 ببلاش، يعني كده عملت باقه فليكس 45 ب 15 جنيه. ممكن برضو بعد فتره بعد يومين او حاجه تلاقي برضو ما تخش على منطقه العروض تلاقي بيقول لك ارفع لباقه مثلا 70 برضو ببلاش، فهترفع الباقه وهتاخد الفليكسات الفرق بتاع الفليكسات وتشتغل على الباقه الاعلى لحد تجديد الباقه. الناس تجرب الطريقه دي كويسه جدا وهتستفيد من العروض اللي بتنزل فودافون بتنزلها لعملائها. تاني حاجة انا لما جددت الباقة هيجي لي برضو عرض
ان انا ممكن اكسب لحد 1000 ميجا تانيين يوتيوب او اكسب خصومات من طلبات. تمام، برضو جالي هنا عرض، هنا كوبون هخربشه كده هيجي لي بتاع 50 او 100 ميجا، برضو اهو عروض من فودافون. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.